الإطار اليوم هو في طور أداء الواجب والتكليف، لأن اليوم المسؤولية هي ملقاة عليه في حال ترديد النواب البدلاء للقسم، وهذا أمر متوقع لأنه سيكون في جلسة يوم غد، الجلسة الطارئة التي قدمت بتواقيع من الأخوة في السيادة. أما الحلفاء السيد الصدر، هو من الواضح جدا أنه السيد الصدر قبل قرار الانسحاب كان قد أدرك بأن مساعيه وشعار تشكيل حكومة أغلبية لن يتحقق، هو وحلفاء في الثلاثي لم ينجحوا على مدى 8 أشهر في أن يحققوا هذا الأمر بسبب ثبات الإطار؟ بسبب أن الإطار استخدم حق القانوني والدستوري في أن يشكل ثلثا ضامنا لما يجده بأن الإعلان عن حكومة أغلبية هي في الواقع ليست حكومة أغلبية وإنما حكومة غلبة، وأيضا هي حكومة إقصائية. نعم، وهي حكومة يعني بداية نعم 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 وهي حكومة هو هذا الثبات على رأي جيد إذا كان بقناعة. فهذه الحكومة التي لم تكن حكومة أغلبية، ولو كانت حكومة أغلبية لما دعي المستقلون إلى المجيء، توحدوا وتعالوا نعطيكم حصة في الحكومة في حينها، ولا دعي جزء من الإطار تعالوا لنعطيكم، فهي كانت حكومة غلبة يراد أن تمر، وعندما لم تمر بالأعداد التي مررت رئاسة البرلمان واللجان ذهبوا إلى الاستعانة بالأطراف الآخرين. فبالتالي سيد مقتدى لا يريد أن يضع نفسه بحالة عدم النجاح الكامل وإثبات هذا الأمر، تلمس من شركائه بأنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى المعارضة، هم لديهم مصالحهم السياسية وأيضا مصالح جمهورهم، ولهذا قرر أن ينسحب من البرلمان فقط. تنأكد ولم ينسحب من العملية السياسية، من الحكومة سحب. لا، الحكومة لا زالوا موجودين بها. لا أنا أقصد راح تشكل، ما راح يدخل أيضا. أنا أتحدث الآن الموقف، ولماذا أخذ هذا الموقف؟ حتى لا يكون في خانة عدم النجاح. ولهذا قال أنه يبقى في مفردة بالمعارضة، ما راح يأثر في شيء. ولهذا اختار أن يبتعد، وهو حقق أشياء جيدة يجدها على مستوى إقرار قانونين فيهم ما فيهم من الإنجاز الذي يصل به، وأيضا أن يأخذ هذا الموقف لن يخسر شيئا كثيرا بحساباته. يقدم موقفا، وأيضا هو دعا شركائه بالمناسبة أن يذهبوا إلى أمر تشكيل حكومة اليوم، شركائه بالسابق والآن هم برسائل إيجابية أنهم ماضون مع الطرف الذي سيوكل لتشكيل حكومة ككتلة أكبر.